خد يا فندي، هو فعلا الملكه اليزابيث ملكه انجلترا حفيده الرسول عليه الصلاه والسلام؟ ازاي يعني؟ دي مسيحيه؟ تعال اقول لك. خبر يهمك مع احمد متواضع. في روايتين عن الموضوع ده، الروايه الاولى اتكلمت عنها كل الصحف البريطانيه وقالوا فعلا ان هي حفيده الرسول عليه الصلاه والسلام. اتكلمت عن الموضوع ده صحيفه الديلي ميل البريطانيه وتتبعه شجره العيله واكدوا فعلا انها من نسل الرسول. اساس الموضوع ده ان كان في واحده اسمها زائده من نسل الرسول عليه الصلاه والسلام، كانت قاعده في بلاد الاندلس اللي هي اسبانيا دلوقتي. المهم زائده دي هربت واتجوزت ملك، وابنها او حفيدها اتجوز من بريطانيا. من هنا جه النسب ما بين الملكه اليزابيث والرسول عليه الصلاه والسلام. الروايه الثانيه بقى اللي قالها مفتي الديار المصريه علي جمعه، قال لك ان كان في انجلترا ما كانش فيه اي حد مسلم خالص ولا كان بيرضوا بده. لما لقى حد هاشمي من نسل الرسول عليه الصلاه والسلام اضغطوا عليه عشان يبقى مسيحي. مره قبضوا على واحد من ال هاشم، ارغموه على انه يتنصر، فقيل انه ده جد الملك، الملك اليزابيث دي الملكه كان من ال هاشم من ال نبيه. ايه طب امال الملك ما طلعش مسلمه ليه؟ اصل الهاشمي ده ساب الاسلام، يعني بناء على الضغط والقهر زي ما عملوا مع الموريسكيين في اسبانيا.